هنروح لده، وعايزه اتكلم اكتر في الدور المهم اللي قام بيه او قامت بيه القوات المسلحه في السنين الاخيره في التنميه. يمكن الناس محتاجه تتعرف على ده اكتر، بس الاول عايزه اتوقف امام برضو او اقف شويه عند محاربه الارهاب ودلائل ومؤشرات تفوق الجيش المصري في السنوات الاخيره في مواجهه الارهاب يا استاذ عبد الحليم، خصوصا انه الرئيس اتكلم عن ده والرئيس اشاد بده. كلمنا اكتر عن شايف يعني الدور اللي قام بيه الجيش المصري في ده. جيش نظامي والجيوش النظامية مؤهلة بالأساس للحروب النظامية. الحروب ضد جماعات الإرهاب أو غيرها بيسموها حروب غير متماثلة. يعني أنت لا تواجه جيشا. عدوك مش شايف. بتواجه عدو مخفي بين مجموعات من السكان وكذا. العنصر الأساسي طبعا الجيش المصري من فترة حاول التكيف مع هذا المتغير بإنشاء قوات من نوع خاص، يعني قوات خاصة. إحنا طبعا تاريخيا عندنا القوات الخاصة في الجيش المصري أو قوات النخبة اسمها قوات الصاعقة، يعني اللي بتتعدد علاماتها التاريخية من سعد الدين الشاذلي إلى إبراهيم الرفاعي، يعني هناك أساطير في تاريخ الصاعقة المصري. لكن قوات الصاعقة أيضا التدريب على أو استعادة التدريب أو إنشاء فروع خاصة بمكافحة الإرهاب، لأنه العنصر الأساسي في أي حرب ضد الإرهاب هو المعلومات. المعلومات كان لدى المصريين معلومات خاصة بخرائط الإرهاب القديمة، يعني الإرهاب الذي واجهته مصر في بدءا من اغتيال الرئيس السادات والتسعينات وكذا، وكان غلبها ذات طبع صعيدي إنجاز التعبير، يعني كان في خرائط الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وإلى آخره. كانوا موجودين في الصعيد يعني كان في جغرافيا هناك. كانت هناك جغرافيا مختلفة. طبعا الاستناد إلى قاعدة البيانات القديمة لا يفيد في ظل تطور الخرائط وتعدد وزيادة عدد وأسماء التنظيمات الموجودة من القاعدة إلى داعش إلى آخره. تنظيمات ذات طابع دولي في مختلط فيها الميل الإرهابي بسوء تفسير الإسلام أو اختطاف الإسلام أو اغتصاب الإسلام إن شئتي بعمل أجهزة المخابرات. الرئيس السيسي اتكلم إنه فكرة وهو يشير إلى فيلم الممر على سبيل المثال، إن إحنا بحاجة لفيلم زي فيلم الممر ده كل ست شهور. ليه؟ صحيح. لأنه المعركة التي قام قال هو مستمر. كما قرأت في التغطيات إنه فكرة الالتفاف حول مصر نفسه قائم، فممكن التجربة اللي تمت في فيلم، ودي إشارة يعني لها مغزاها، فكرة إنه مصر موجودة في يعني ضمن مخاطر ليست مقصورة فقط على جماعات الإرهاب. فالمعلومات أولا في الحرب ضد الإرهاب، لأنه بدون معلومات سوف يتحرك أي أحد كالفيل الأعمى بيخبط في أي حاجة في الظلام في غرفة مظلمة. اثنين، الشيء المهم جدا رغم أن عدد السكان قليل جدا في سيناء، وهذا هذه نقطة النقص الخطيرة التي يجب أن نعيها ونعمل نقل سكاني واسع النطاق، لان اشرت غير مره الى الفروق بين شمال سيناء، شرق شمال سيناء، شرق العريش وجنوب سيناء، وبين جنوب سيناء طبعا. الذي حدث في جنوب سيناء بالتنميه حتى لو كانت سياحيه الطابع ليست من النوع الذي افضله، بس هي في النهايه يعني فيها مشاريع وعماله وبشر حصل ان انتقل قطاعات من البشر من الدلتا الى هناك، فبقى في نسيج سكاني جديد. نسيج سكاني، هذا النسيج السكاني الجديد شكل حماية عكست نفسها في قلة أعمال الإرهاب في جنوب سيناء قياسا لشمال سيناء. فهنا الجزء الجوهري، وده أشار إليه الرئيس في إجابته على أحد الأسئلة، أعتقد أنه نائب رئيس جامعة سيناء أو شيء من هذا القبيل حين حدثوا متى تنتهي هذه القصة ويعود الناس الذين هاجروا منازلهم. الرئيس السيسي اوضح انه احنا ما حصلش تهجير، اللي حصل اخلاء لمنازل تحتها الاف الانفاق وكذا، وتقديم تعويضات للذين اخليت منازلهم او الذين انتقلوا الى مكان اخر. هنا عاوز اؤكد على نقطه، لانه هو نفسه تطرق اليها فيما يشبه القرار، انه المدني الذي يسقط في سيناء لاي سبب متصل بالحرب ضد الإرهاب أيا ما كانت الطلقة التي أودت بحياته أيا ما كان مصدرها، يجب أن يعامل معاملة الجندي الشهيد. هذا جديد مهم جدا. مهم جدا ليه؟ لأن المهم في هذه المعارك، هذه معارك يمكن أن تخفف حدتها أو تقضى على بنيتها
التحتية الأساسية، لكن معركة العقول والقلوب هي المعركة الأساسية. لأن أنت ببساطة من أين تحصل على المعلومات؟ من البشر. إذا لم يكن البشر في صف الجيش، في صف الدولة، فستطول معركتك وستنزف دما كان يمكن تجنبه. فهي دي معركة العقول والقلوب، معركة مهمة جدا. إضافة طبعا لأنه تاريخيا فكرة النقل، لو أردت أن أنت تضمن حماية، لأن سناء دائما مصر تاريخها كله الخطر جاء، خطر الأساس عليها يأتي من الشرق، وكل معارك مصر التكوينية الكبرى دارت إلى ما نسميه الشرق العربي الآن اللي هو الشام بالمعنى الواسع. يعني معركة مجد تحتمس وقادش رمسيس دارت في نفس المكان الذي دارت فيه معارك عين جالوت قطز، ومعركة حطين صلاح الدين، ومعارك إبراهيم باشا، ومعارك جمال عبد الناصر. احنا مش اختراع مصر، مصر بلد راسخ في التاريخ، صاغت قوانين حركتها لدرجة ان انت محمد علي شخص اجنبي لا يوجد حرفا في اللغة العربية قيدت له الاقدار حكم مصر، عبد الناصر مصري ابن بوسطجي قاد الى انتهى الى حكم مصر. دوائر حركة محمد علي هي نفسها دوائر حركة جمال عبد الناصر، ده قانون البلد مش قانون شخص. وحين تعاند القانون انت في النهاية بتضر بهذا البلد. مصر عندها مخاطر من الشرق، طبعا عندها مخاطر من الجنوب متصلة بموارد النيل، لكن الاساس تاريخي كده. فانت هنا في الشرق انت عامل معاهدة سلام، مش عامل معاهدة سلام، كل الكلام ده مجرد ورق. انت لا تبادر الى حرب ولا ترغب في حرب. الرئيس السيسي اشار الى ان احنا هذا الجيش جرى تنمية تسليحه.